يمين 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 برافو عساني برافو العيد لكن ده انت مش عطل يا شباب يلا مرة تابع ابراهيم ابراهيم تابع بس بس يا حرام صيدا 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 صيدا
واحد استقلال Yes!
كريم يلا عبد الكريم Oh!
خالد
حط لك فاول. ليش عم تعمل له هيك؟ خلص كمل لعبتكم ابو شيخ. كنت لك ايش تعمل هيك؟ اخر فتره عم Thank you.
هدي غازي غازي هدي خلاص كرتوني لو خدتها شبرا لأقوم لهون لا مالينا مالينا هذا التشيز هذا يا جايبين هذا التشيز أبو سمرة أبو سمرة وين عندي أنا أعطيلك كمان شوني بوطلة مين كريم صيب بالطابق يسار شاط ألف طابق والله جاب لنا نصف النهائي والنهاية ذاك هو جابه سيد 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 يلا يا شباب يا شباب فريق الاستقلال تفضلوا يا شباب تفضلوا يا شباب تفضلوا تفضلوا حيدرية افتحوا النص يا شباب هيك بعد اذنكم خليس يا شباب بس بعد شوي بعد اذنكم يا شباب بس سمع شوي يلا يا شباب تسمعونا نحكي يا شباب تفضل 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 صلوا على رسول الله تفضل الله يعطيكم العافية الفريقين يا شباب ومبروك للي أخذ البطولة ومبروك لكل الفرق إيش من كان مراته أنا باسمي ما له علاقة بالبطولة كلها أبو شحوت فروج شرق له هدية مني جوز حماد جخاجرة تفضل أبو شحوت وينه هاتون برافو عم أبو شحوت برافو عم أبو شحوت خليه الصور فيهم خليه خلي الصور فيهم تفضل أبو حماد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله على أبو حماد وصحبه وسلم أول شيء نشكر الفريقين على الوجبة الكروية ونقول للاستقلال ألف مبروك وللحيدرية مبروك يعني نحسن بنقول الشباب فاز على الخبرة ما شاء الله تبارك الرحمن فريق الاستقلال كتلة وحدة بأرض الملعب بدخل سوا برجع سوا ما شاء الله عليه الحيدرية كان بنقصه لاعب يعني يدير له الملعب صانع عبد الكريم عبد الكريم مش عيب كتر الله خيره بل عمر هاد عم يروح ويرجع يربل ويعطيه العافيه الحيدريه اجمعين بنبلش بالجوائز الفرديه محمد قبل الجوائز بس ثانيه لو سمحوا لي بكلمه شباب يمكن المكسب اللي صار بالدوره اكثر من الفرق انه مشكور الله يعطيه العافيه عبدو شوفوا الوجه هاي يمكن صرنا سبع سنين ما انجمعنا هذا اكبر مكسب الله يجزيك الخير ابو عمر هلا نحن الحضور اجمعين هلا في لفته مشكور عليها ابو عبدو انه كرم
بده يكرم الاعمار كبيره باللي اجت على الملعب وعم تواكب البطوله. نبدا بالاخ مشعل ابو عبده بلاك التذكاريه من الدوره. سلام عليكم. أبو علي القامة الكبيرة بعنتاب الأخ أبو أمين العلم الغني عن التعريف. محب بنقول عنه محب أكثر ما نقول منه مدرب، محب لنادي الحيدرية وبواكبه بكل بطولة الأخ أبو علاء. مبروك لفريق الثاني شباب ستيم. شباب بس الصفقة كابتن فريق الاستقلال الأخ أبو جمعة. كابتن أحمد دوجي اللي راح أقدم له هاي ثلاثة تقريبا. تفضل يا جماعة شباب. علي الأخ أحمد كدرو. علي 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 الكابتن عبد الرحمن جبارة ألف تحية له اللي خاض البطولة. حكمنا دولي حكمنا دولي عبد الرحمن عباس حكم كل المباريات. الله ما شاء الله زلمة من الاستقلال هو يا شباب. أمين يا أبو أمين صفقوله من زماني ستام خبرتنا الكبيرة بارك الله فيه محمد كردي أبو أحمد اللي هو عمال بتوج كل العالم هون باسم معتصم وأبو سمرة وباسمي أنا أبو أمير راح نتوجه كمان شيء ذكرى له بارك الله فيك. كمان ابي تشكر لار هبسي شو ما بعرف كيف كان رجب. هلا راح نبلش بالجوائز الفردية. القفاز الذهبي بالبطولة. روس أفضل حارس بالبطولة العساني. عشا بالروس افضل لاعب بالبطوله بجداره واستحقاق هو اللاعب قصي. هلا صوني بيجي على بسمرة كمان بالضبط. عيب لك عبد الله هذا عبد الكريم شهاب. عبد الكريم شهاب عبد الكريم شهاب شاطر الطابات كمان بالضبط. ايوه هداف البطوله هداف البطولة الكابتن الغني عن التعريف الكابتن عبد الكريم شهاب بتسلم الجائزة أبو علاء إداري مدرب نادي الحيدرية عنه. تفضل صوني أبو علاء تعال هون عندك هذا أبو علاء خليك أبو علاء. طب مين ياخذ كاس؟ أبو علاء صاحب المركز الثاني بالبطولة فريق الحيدرية ماركة مسجلة للمركز الثاني بعنتاب.
فريق الاستقلال كله وراي. يلا يلا استقلال يلا. خطوة ورا الكابتن، خطوة ورا الكابتن. تمام. فريق الاستقلال الكابتن يجي. المفروض لعيبة لعيبة لا. اسمع صفا يا جماعة. يا شباب صفا كويس. صاحب المركز الأول. بطل بطل النسخة الأولى من رمضانيات الكابتن معتصم هو فريق الاستقلال. مشكورين جميعا. علي جيب الميدالية. علي صورة 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 علي جيب الميدالية.